ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في أول تعليق له على مقاطعة المغرب لمؤتمر برلين 2 قال ناصر بوريطة إنه لا يوجد حل في برلين لمشكلة في شمال إفريقيا. وأوضح بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أمس الخميس 25 يونيو في الرباط أن الحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي لن تنجح، قبل أن يضيف ليبيا ليست كعكة دبلوماسية، ليبيا هي معاناة شعب منذ مدة وإرادة شعب لكي يخرج من الأزمة. وعن دور المغرب في حل الأزمة الليبية قال الوزير إن دور المغرب لم يبدأ مع برلين ولن ينتهي معه، ولا يغير دوره لا يزداد أو ينقص بالنظر إلى أنه تلقى دعوة المشاركة في مؤتمر برلين 2 أم لا، مؤكدا أن المغرب يدعم بشكل قوي جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا وفق خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون. لذلك انخرطت الرباط منذ البداية في جهود حل الأزمة الليبية انطلاقا من قناعة أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب. لم يستدعى في برلين الأولى واستدعي البرلين التالي، يجب أن يوجه للآخرين ماذا تغير منذ برلين الأولى، وما هي الأسباب التي جعلت المغرب لم يستدعى في البداية واستدعي الآن. على من لم يستدعى المغرب في المرحلة الأولى أن يقول ماذا تغير، هل دور المغرب تغير، هل هناك اعتبارات، هل كان هناك خطأ، لكن هذا ماشي سؤال لا يوجه المغرب. النقطة الثالثة، بحال قال معالي المستشار المغرب يحضر أو لا يحضر المؤتمرات، هذا ماشي هو الهدف من دوره في ليبيا. دوره في ليبيا هو أن يقف مع الليبيين أولا وأن يواكب ما يريده الليبيون لإيجاد حل لأزمتهم، هذا هو دور المغرب. والمغرب كان دائما يشتغل مع المؤسسات الليبية أولا، وبالتالي فهذه ماشي واحد ليبيا، ماشي واحد الكعكة دبلوماسية تشتغل فيها لتنضاف إلى لاكارت دو فيزيت. ليبيا هذه معاناة شعب منذ مدة، هذه إرادة الشعب لأن يخرج بهذه الأزمة عن طريق الانتخابات، هكذا يرى المغرب الملف الليبي، ليس صور وليس خطابات وليس يعني حضور أو عدم حضور. النقطة الرابعة هي أن المغرب مع المجهود الأممي، هذا لا يعني أن المغرب يشتغل بمعزل عن المجهود الدولي، المغرب يشتغل في إطار المجهود اللي كتقود الأمم المتحدة، يقود المبعوث الخاص للأمين العام لإيجاد حل للأزمة الليبية وفق خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون والدور المحوري للمؤسسات الشرعية الليبية في تطبيق هذه خارطة الطريق. المغرب دوره أولا هو الاستماع للليبيين ويقوم بما يريده الليبيون، هكذا المغرب يرى دوره في إطار مظلة أممية، والمغرب لا يرى دوره خارج المظلة الأممية والمجهود الدولي، سواء حضر أو لم يحضر هذه اعتباراته مرتبطة كذلك بطبيعة علاقتنا مع البلد الذي استضيف الاجتماع وما مرتبط بما تشهد هذه العلاقة. المغرب كان دائما يقول ويؤكدها اليوم بأن الحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي والحلول التي لا تنطلق من ما يريده الليبيون لا يمكن أن تنجح. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.